على السطر عبر إذاعة صوت لبنان لنحكي عن وصلة المنصورية. خط التوتر العالي بالمنصورية كبلات تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ يعني مرت سنوات على اعتراضات الأهالي بمنطقة المنصورية عين سعادي بيت مري عيلوت الديشونية على مشروع تمرير خطوط التوتر العالي على ارتفاع أمتار من أسطح بيوتهم وغرف نوم أطفالهم بمنطقة مكتظة بالسكان والمؤسسات الخدماتية من مدارس ومستشفيات وأنشطة إدارية وتجارية. ليش الرجع انفتح هالملف؟ لأنه بخطة الكهرباء في وصلة المنصورية وفوق الأرض. خلونا نرحب بضيفنا الناشط المدني رجان جيم. صباح الخير. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. الله يحفظك. رجعت حليمة لعادتها القديمة. يعني ما توقفت. ما توقفت عنكم، بس نحن ما وقفنا. والبرهان إنه من جمعتين كمان عمل مؤتمر بطرابلس. نعم. نقابة مهندسين طرابلس، وبهذا المؤتمر إجا أكبر رجال العلم بلبنان. نعم. من جميع الجامعات وبجميع الميادين اللي بتتعلق بالتلوث الكهرومغناطيسي، وأكدوا أنه ما في لبنان يكفي بهالطريقة، ولازم كل شيء هو فوق الأرض ومشكل، منهم محترمين المعايير نسبة للناس والبعد اللي مفروض أنه يبعد. ما في غير حل تاني لأنه لبنان صغير أنه ينطمر بالطرقات، وبما أنه عندنا شبكة طرقات كتير منيحة وطويلة، يعني إذا بدنا نقول كله مأمن، والكلفة اليوم عم تنزل لأنه كل بلاد العالم عم بيغيروا من الهوائي إلى الـ إلى إلى الجوفي بقى، ولكن الدولة مش فرقاني معها. يعني نحن منا على كل حال منا لازم نغير اسم جمهورية لبنان، لازم نحطها ديكتاتورية لبنان وجهل الحكومات والناس. وهذا الموضوع ما في بقى شيء اسمه رأي ورأي آخر بقى. العلم ما فرقاني معي أكيد، ما هو بس يكونوا حاميها حراميها شو بتستنظري؟ طيب شو رح تقدروا تعملوا اليوم؟ جعنا على نفس في خطة موجودة وفي وصلة المنصورية بالهوى، والأهالي اعترضوا عملوا اعتصامات. مدام نوال، واللي كان معكم صار ضدكم. مدام نوال، نحن أول شيء منا دواعش ولنا ما بنحترم القانون. نحن من هالناس هاللي بيحترموا القانون قبل حتى أعضاء هذه الحكومة وكل محبزينهم. إيه؟ بدهم يستعملوا القوة تحت إيدهم، تحت سيطرتهم، هني حرين، بس ما في غلط بدوم. نيه؟ وهذا الموضوع ما إنه موضوع هيك غط الحمام طار الحمام، ما بينعمل بيوم واحد. نيه؟ صح. في وقت كتير قدامه. وبعدين اليوم إذا اليوم السلطة بإيدهم، نيه؟ رح يعملوا شي غلط. نيه؟ في الله من هيك وفي الطبيعة خلص ما بده شيء، يعني هيني. طيب اليوم ما ممكن مدام نوال اللي عم بيعملوه يدوم، ولا ممكن يعني بيعملوه يدوم. هلا مش عم بيردوا على مصاري من برا؟ نحن حنبلش هلا نحرك برا. في شيء اسمه تلوث كهرومغناطيسي، هذا تلوث ضرر عام، هيدا موازي، يعني نفس الشيء مثل كل شيء عم تطلبوا صادر من لبنان. وهذا غير عن هذا الموضوع انه بكل بلاد برا ماشيين مع تطور العلم. طب اجا العلم بلبنان وقال لهم فضلوا صححوا، حطوا خطه على 15 سنه، بس بلشوا باللي مش مركب. بس هو العلم عندهم كمان بيقولوا دراساتهم اللي بتقول انه ما في خطر على السكان، ما صايره بلبنان. استاذ رجل بس نجامل حتى نقول دراسات مقابله دراسات، مش دراسات صحيح. بتقول شيء دراسات غيرها بتقول شيء. ما توخزيني مش صحيح هذا الحكي ابدا. نعم. هذا كله حكي الناس اللي بالسلطه، ما فيش جمرك على الحكي. ما حدش بيحاسب الواحد بس يكذب، ما حدش بيحاسب الواحد بس يحكي لا علم، ما في شيء اسمه علم من دون صدق. طيب رغم كل الاعتصامات، نعم، تعلية الصوت، نعم، الرفض، طبعا يعني هون اهالي المنصوريه والجوار من المناطق مش بس المنصوريه هيدي، انتبه، لا والجوار قلنا القرى المجاوره، احنا ما نرجع اكثر من الجوار، اكثر من الجوار اعترضوا وعدلوا الصوت وما اخذوا كل هالاعتراضات بعين الاعتبار، وانحكى على وانكتب وانقال انه تمديد كابلات ولو بالهواء هو ركن أساسي من تطبيق خطة الكهرباء، وامبارح أقرت بمجلس الوزراء. كيف رح تواجهوا؟ شو خطة مواجهتكم؟ شو رح تعملوا؟ هل رح تغيروا؟ قبل ما نواجه بدنا شوي نحلل هذا الكلام. اليوم عنا وزير الطاقة، وزيرة مدام خوري، مش بستاني مدام خوري. شو الفرق؟ أنه فرق كبير، أنه هلأ صارت مدام خوري وهي أم أولاد وعم تتصرف كإنساني أم أولاد ضد الأولاد.
خلينا نحكي بالموضوع بعد بطلت مدام مادموزيل بستاني. وين ساكنة مدام خلود؟ ما بيهمني وين ما كانت، بالنتيجة حترجع حتوصل لطرطوشي. ما في حدا بلبنان منه معرض، لأنه نحن ما عم نحكي بس عن هالوصلة هيدي. في عنا وزيرة عم تحكي عن استراتيجية، وعملوا منا قصة طويلة عريضة وحطوا أسس واختلفوا كيف بدهم يعملوا العقود وكيف بدهم نيه، ودخلت تهريبي نيه انه بدهم يستعملوا القوة، وما اكتفوا بقوة العادة كمان بدهم الجيش والحزم. طيب انا شخص بيعمل هيك بالنسبة لي انا كمواطن لبناني هذا مجرم، ولكن اليوم صار عندنا 30 مجرم. هيدي المشكلة اللي وقعين فيها اليوم، اللي هي أكتر. نحن معودين على وزارة الطاقة وحركاتها من أيام جبران باسيل، معودين ما فيش مشكلة، بس اليوم صار عنا 30 واحد بوجهه بيمثل 90% من أحزاب لبنان، إنه ما طلع واحد منهم، ما طلع واحد منهم يكون واعي شوي ويقول يا جماعة الخير. بس هاي استراتيجية، هاي استراتيجية ما بينحط فيها أمور من هالنوع. وطلبنا موعد منها، وصلناه لأول بياننا وحكيناها وراحوا حكيوا معها، ناطرش وناطرة تاخد الموافقة لتمرق الأمور وبعدين تقول مثل ما قبلها كان يقول غيرها. أنا أخذ موافقة مجلس الوزراء، ما نيش عايز حدا، عم نطمنها لألا ولكل مين لف ملفة. هذا الخط ما رح يمر، ببلشوا فيه ما رح يلي كيف. ليه؟ ما بدي ما في ضرورة. ليش هني بيحترمونا شي؟ ما هني ما بيحترمونا، ليش بدنا نحن نخبره ونلعب معهم على الطاولة مفتوحة؟ بدك تستقبل اتصالات؟ ولا أنا بدي، أنت اللي عم بتدير الحلقة. شو أنا عم ديرها؟ 01-205-511-01-325-555 الخلوي 76-611-005 وأيضا عبر الواتساب على 76-611-001. قلت يعني قلبك ملين، يعني مش هتخلي مجال لحدا تاني يحكي يا لا رجل. ما في مشكل يحكوا كلهم بس فضل اتصال. مين معنا؟ بونجور. يا هلا، معك محبوب الهيبي من قرنة شهوان. يا اهلا وسهلا فيك. تسلميلي. انا بموضوع التوتر العالي فايت فيه الموضوع بالطول وبالعرض، مثل ما صار بقصة المحارق بلبنان. انا عم بتسمع على الحلقة موضوع كتير مهم والاستاذ منفعل. انا بقول اذا بتريدوا، انا عايش بكندا كنت وفي توتر عالي، وبامريكا فيه وبفرنسا فيه، نورم 30 متر بعيد عن اقرب بناية واقرب سقف بيريح الدولة وبيتكلفوا لهم 10-15 ألف دولار زيادة على كل عمود. إذا ما في حل يمدوهم تحت الأرض، أكيد أفضل يمدوهم تحت الأرض، يبعدوا العمود 30 متر عن أعلى بناية. هيدا النورم الأوروبي والأمريكي. ما عم تسمع؟ خليك بس لا لا ما سمعت. شو قال؟ موضوع كتير مهم بس رجع له، رجع بس بس بعتقد إيه النورم 30 متر؟ نعم. نورم 30 متر عن أبعد بلكون وبناية وعمارة حتى عن السطح بعين على، عملنا قصة منها وطلعنا عمود من 37 متر عن الأرض ل 48، تغير المرسوم وصار بعيد 48 متر أو تشريط عن الأرض، حمية المنطقة بالنسبة للنورم الأوروبي والأمريكي والكندي. بس هالشرايط الواطية الكارثية على المنطقة يتكلفوا شوي زيادة ويحطوا حق عواميد زيادة ويكبروا ويبعدوا عن البنيات إذا ما في مجال يمدوا تحت الأرض. بتسمح لي بس اقول لك شغلي. بس عرفنا عن اسمك، ما سمع اسمك مره ثانيه. محبوب جورج الهيبي، خبير محلى في المحاكم بالتخمين بجبل لبنان. اهلا 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 استاذ هيبي. العلم يا استاذ هيبي بيتطور، واللي كان بيصلح من 10 سنين او من 15 سنه اليوم بالنسبه لموضوع التلوث الكهرومغناطيسي كله رايح بنفس الاتجاه، وأكثر وأكثر عم يعتبروا أنه المعيار، إذا بدي سميه، أو المعيار الوقائي، لأنه المعايير هي بتكون بالميكرو تيستا أو بالفولت ميتر، بس المعيار الوقائي اللي بتعتمده الدول اللي هي عندها دراسات، مش لبنان أكيد لأنه لبنان ما عنده شيء، بقى بتعتبر 1 متر بالكيلو فولت. هيدا المعيار الوقائي، يعني أنت بس يكون عندك 220 كيلو فولت، يعني 220 ألف فولت، مفروض لتكون انت وقائيا حامي المجتمعات والتجمعات السكنية بدك تبعد 220. هيدي بعد ما فتنا بحسابات
الكوران اللي عم بتمرقه، لانه بتعرف انت. انا معلش دونك انا اللي عم بقوله اليوم، انا اللي عم بقوله اليوم، لحظه كيلو فولت بتنزل بورسنتاج. لا لحظه كل مره يعني ما بدها 220 متر. انا مش ضدك، انا معك. لا ايه بس لحظه مسيو هيبي، لحظه اذا خلقنا حرب مثل حرب المحارق ترجع الدوله بتنفذ اللي بدها اياه، لانه يا عمي عم نعلي سقفنا كثير. مش عم نعلي، بتمنى انا معك للاخر مسيو هيبي. عم بقول حلوا حل وسط، ردوا الضرر على يا مسيو هيبي. ما فيش معلش ما حضرتك الدراسة مش هيك بتقول، الله يرضى. لا في دراسة ما بدها شيء. على كل حال العلم بلبنان قال كلمته، بطلت موضوع رأي أو رأي مضاد. إذا اجتمعوا ما أنت ضد إنه يعلوا العواميد ويريحوا الناس. ما بتنحل لأنه في عندهم البانت والميول والوزن اللي بيصير. أنت ما إذا واحد بيجي بيشوف كيف مركبين، ما هو المشكلة وين؟ إنه ما وقفوا يعطوا رخص بنا. ليك يا مسيو هيبي رح خبرك خبرية والعالم بركي خليها تسمع. مزبوط، بس ما حدا يفهمني اني ضد رأيك. لا ما انا بعقلك، انا بعرفك، انا بعرفك، انا بعرفك الضرر عن الولاد وعن الناس، لانه في ريح. واضح انا خوفي من هالحرب اللي عم نخوضها. ما فيش حرب، وبينزلوا القوى الامن وبيعملوا البدنيات. بلا في بدها تنزل القوى الامنيه ووزاره القوى الامنيه. بس لقلك شغله، بس لاعطيك مثل صغير. ليك وين المشكله؟ المشكله منا بس عضيت عواميد وعلو عواميد. من سنه 2011 لليوم، بال 2011 مسحنا كل منطقة خط سليم عرمون تفرع المكلس، كان في حوالي 13,000 معرض. نيح؟ اليوم لا. يا أستاذ هاي بيصاروا 40، ليه؟ 40,000 معرض على هذا الخط 25 كيلومتر، لأنه ما وقفوا يعطوا رخص بنا، وهذا وبالآخر هن اللي عم يعطوا رخص البناء، شركة الكهرباء. بعدين رخص البناء بقانون البناء عاطين انه الشريط اذا فوق المبنى بكذا متر مسموح تعمل. لا لحظة، مش برخص، لا في شيء، في فضيحة هون. بعدنا ماشيين على مرسوم 6218 من 2001، هل هو مسند على دراسات من اواخر الثمانينات والتسعينات؟ انه اليوم العالم تتطور وهن بيطلعوا بيقولوا لنا سادر وما سادر وبدنا نتطور وفساد وما في فساد. هذا الملف من الاخر هو قمة نعم. الفساد العلمي. طيب انا بدي اكتفي بهالقدر، شكرا. رح ينضم لنا هلا كاهن رعية سانتاريز المنصورية الابدالي فرام. صباح الخير. بونجور، صباح الخير، اهلا وسهلا فيك. بونجور رجاك. بونجور برداني، كيف احوالك اليوم؟ نعم، يعني وصلت المنصوريه صارت واقع يعني بخطه الكهرباء، وانتم طبعا كاهن رعيه سانتاريز المنصوريه عندكم موقف ضدها، كيف رح تواجهوا الامر وشو تعليقك على اللي صار؟ اول شيء اكيد انا ككاهن رعيه سانتاريز المنصوريه بيت مري، انا مش ضد شيء، انا مع شعبي. نعم. في كثير فرق بين نكون ضد ونكون مع. نحن مع الشعب لأنه الشعب مطلبه هو واحد ولا وأخير، ما بده حدا يكون عم يعرض على صحته وعلى سلامته، لأنه في مشكلة كثير كبيرة، مشكلة عم تكبر أكثر وأكثر. مثل ما قال رجا أنه اليوم أنا بال2001 كان عنا كذا بناية معرضة، اليوم بال2019 بارح كنت عم بحضر فيديو حطيت على اليوتيوب، ما بعرف هيك عم بتطلع على توتر العالم، طلعت انه طالع على حلقه بالاو تي في من 2007 2008، يعني المشروع صار له اكثر من 10 سنين، اكثر من 20 سنه. طب يا عمي هال 20 سنه ما حلهم يفهموا الدوله انه يا جماعه في ناس قعدوا معها حكوها، طب ليش هالوزيره مع احترامي لإلها ما بتقعد مع الناس تحكي معهم؟ طب اليوم لأنه في كلفة مد كابلي تحت الأرض عالية، هيدا هو التذرع اللي عم بيقولوا فيه. مش صحيح إن هن قايلين في استملاك، بدل ما صارت الاستملاك برافو يبلشوا بخطة. نحن مستعدين ندفع، نحن الناس إذا مين مستعد؟ الناس هونيك مستعدين، الناس مستعدة تدفع مصاري وتساهم. نعم، بيحطوا على ضريبة علينا، قدمنا لهم بروجي من هالنوع. عم ندفع بعدنا ضرائب من 2006، من حرب تموز 2006 عم ندفع ضرائب كرمال الأعمار. معلش إذا زدنا شوية ضريبة وحمينا، ما تتصوري قديش في أمراض كونسير، قديش في الأمراض عم يعني نحن ما عم نحكي شيء استعباطي. أنا شو جاييني؟ نحن كنيسة، نحن رعية، بس أنا بدي أقول لهم هالمرة ينتبهوا، عم يلعبوا بالخطر. أرض الوقف مش مباحة، ولا أرض الكنيسة، ولا شعبنا مباحين. إذا نحن عملنا لبنان وجيشنا منحبه وهودي أولادنا، لبنان ما بينبنى إلا بالبطولات. لما عمل ثورة
كل الثورات انبنت من الشعب، وأنا على رأس الشعب، وحتى لو بدي ضحي بحالي مش فارقة معي أنا. نعم. أبونا كنت طلبت بإنشاء لجنة، هيدا عم نحكي بال2017، بتضم خبراء أوروبيين محايدين لدرس تأثيرات وأضرار التوتر على المواطنين، شو مصيره صار؟ ما عملوا لجنة، كذبوا علينا، بكذبوا علينا، في كذب كتير كبير. لما حكينا أنه في كذب تهمني الوزير أنه أنا عم أقول عنه كذب. أنا بحب الكل ولا بقول عن حدا كذب ولا قلت عن حدا كذب، ولكن حتى طلبنا من الجامعة اليسوعية تعمل تقرير علمي، عملوا ضغوطات عليهم حتى ما يعملوا تقرير. فهذا هلأ ضغوطات ماشي، والخط طبعا وسط المنصورية ماشي وبالهواء. إذا بدهم يعملوا بسوريا الشمالية أكيد بيقدروا بالقوة، ويحطموا الكنيسة ويحطموا الخوري ويحطموا الشعب ويعملوا البدنية، بس نحن مش سوريا الشمالية، نحن بلبنان. شكرا لك كاهن رعيد سانتا تريزا المنصورية الأباني فرام، نرجع لك رجل جيم. طبعا اليوم مطلوب إذا يطمر هالكابلات وهالخط تحت الطرقات من دون استملاكات جديدة مع المواصفات ذاتها اللي كانت موضوع على التوتر الهوائي، وهذا اللي لا مش مواصفات توتر الهوائي، بيستعملوا نفس المواصفات اللي ركبوها، ما هني مركبين خطوط تحت الأرض من عرمون وصولا إلى الحرش، وهلا من عرمون وصولا إلى الضاحي إلى الحدث، ومكفيين على الأسواق وطالعين على الأشرفية ووصلين على المكلس وطالعين على المحطة. بس هلا خلينا نقول شغلة مهمة كتير الناس عم تنساها، العلم قال رأيه، خلصنا. بس هني عندهم علمهم وعندهم رأيهم. ما في لحظة بكل بلد هني موقفهم عم بيقولوا محق ومدعوم بقرارات وتوصيل. بدي أسألك سؤال، مينهم هني غير انه السلطة. السلطة شو خاصة بالعلم؟ السلطة حتى شركة الكهرباء ووزارة الطاقة شو خاصة بالتلوث الكهرومغناطيسي؟ حتى بعد من هاي ما بيستشيروا في استشارة، ما في بعد، ما حدا ما فرجونا شيء، كل شيء فرجونا اياه كانت مزورة وحطوا لنا تقارير مزورة من ايام جبران باسيل، ووقتها طلعنا وفضحناها بدل ما يحاسبوه لجبران باسيل، وقتها نامت وطموها. واحد معطر على الفيسبوك بيكتب له كلمتين، بعد يومين بيشوف حاله بالحبس. طلعنا حكينا شغلات فضايح صار بهالملف، بس شو بدي بالماضي انا؟ هلا اليوم عندي انا اهم ناس بلبنان، اهم عالم بلبنان بالتلوث الكهرومغناطيسي، قالوا ستوب، حطوا خطه على 15 سنه، بلشوا باللي مش مركب. طيب ليش هالاصرار من قبل الاداره القديمه الجديده على مد الخطوط بالقوه برايك؟ خلينا ناخذ فويس مسج وبنحكي بالسؤال. صباح الخير يا ستنا لإلك ولضيفك. أنا بدي أقول أنه خط المنصورية الله يعين العالم ويساعد عليه، لأنه قول اسألي مجرب ولا تسألي حكيم. في عنا بالشمال مدرستين من أهم مدارس. أهم مدارس مزبوط. خط التوتر على زاوية المدرسة أول وحدة، وعطيني زاوية مدرسة تاني وحدة، وهيدا من وراء خط التوتر على صوته وعلى الأشياء اللي هو موجودة في هيدا الشعاع. اجت زاعة ومات زلمة كمان البناية بلزق العمود التوتر، فالله يعينون الله يعينون. قول مثل بيقول المثل، سالم جرب لا تسال حكيم. نعم، شو تعليقك؟ وانا بدي اضيف شغلتين. اول شيء في مدرسة ما رح سميها، نعم، ايه، اللي هي مارق حدا خط 150 بعده، لانه هذا ال 220 منه ممدود، بس مارق 150 اللي هني موجودين باراليل لبعضهم اللي عاملين مثل العنكبوت. صار فيها لليوم من 12 سنة لليوم، من 10 سنين لليوم 18 إصابة بالسرطان. ليه ما حدا بيحكي على الخط؟ هلا الشغلة الثانية كمان، نعم، سألتيني انه الإصرار، سألتك عن الإصرار، ليش مصرين؟ يعني ليش بدل ما يمدوها تحت الأرض مصرين على انه تكون بالهواء غير الكلفية؟ شو ما نقلك، ما فيش كلفية، الكلفية 20 مليون دولار فرق، الفرق الكلفي ماشي. طب ليه؟ السبب بسيط كتير، وهو ما بيفكروا هودي الجماعة بالحكم إلا بالكهرباء، ما بيفكروا بالإنسان. يعني ما بيفكروا إنه هالكهرباء لمين؟ مش للعالم؟ طب إذا العالم انصابوا ما فينش أمنولهم هني كهرباء آمنة؟ ما بيفكروا هيك، لا فرقيني معهم. بعدين اللي بيكذب مرة واثنين وثلاثة وعشرة بيصدق حاله بالآخر، بيصدق حاله بما إنه السلطة بإيده وهو عقليته ديكتاتورية، بصير بيعتبر مسموح له ما هو غير مسموح لغيره. نعم. على الخط مباشرة معنا النائب الياس حنكش. صباح الخير. صباح النور لإلك ولأولاد المنصورية وعين سعادة وعين نجم وللمناضل اللي ما بيترك الناس رجل حبيبي. حبيبي اللي منوجه له كمان تحية. حبيبي. خطوط التوتر العالي بالهواء صارت واقع، مش هيك؟
لسوء الحظ واقع اذا بدهم يفرضوها بالقوه علينا وعلى الناس، واذا بدهم يستعملوا القوه بدل ما تستعمل هالقوه لحمايه الحدود ولحمايه اللبنانيين من المجرمين والمهربين المخدرات، ولا نستعمل هالقوه للجبايه مثل الخلق ولنفوت على كل المناطق، انه ايه اذا بدهم يستعملوها ضد الناس اخر النهار نحن رح نوقف، ما رح نترك الناس. ولكن كل الجو اللي موجود وكأنه ما حدا فرقاني معهم، وكأنه الكل تخلى عن الناس. بتشوف ناس كانت توقف معنا قبل الانتخابات اليوم تغير المشهد. لسوء الحظ مثل ما بقول رجع، يمكن الإنسان منه الأهم بالنسبة لهالخطة. كل الكلفة يلي هي 20 مليون دولار بحسب كمان دراسات اللي عملت بحسب رجع، هالفرق ال20 مليون دولار هو أقل بكتير من الهدر والفساد يلي عم بيصير بالدولة بالنهار. يمكن نحن كل شيء طالبينه انه اول شيء يسمعونا، وانا امبارح بالمناسبه تشاورت مع الاهالي وتواصلت مع وزيره الطاقه، لهلا بعد ما في جواب يعني، تواصلت مع وزيره الطاقه وقلت له بدنا احنا عايزين منا اجتماع للاستماع لهواجس الناس ولا شو عندهم يقولوا، ومن بعدها كل حادث له حديث. ولكن لهلا بعد ما في موعد. نتمنى انه هون من عندك من ناشد وزيره الطاقه انه تعطينا الموعد، وراح يروح وفد من الـ من الـ من الناس اللي ساكنه تحت التوتر العالي واللي عملت كل شيء كرمال تما يقطع هذا التوتر. اليوم بالجو القوي اللي بده ينفرض، هيدي الناس اليوم عايزه توصل صوتها. نحن مسؤولين عن هذا الموضوع، مش هيك طلبت الموعد، وراح نروح إذا 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 مش الموعد رح نروح ورح نحط كل الهواجس على الطاولة، وعلى أساسها نعرف كيف بدنا نتصرف. إيه بس أستاذ حنكش، يعني اليوم الهواجس معروفة وصراخ الأهالي بعده بدنايون لما إجوا لحتى يمدوا وسط المنصورية، وكل شيء معروف، يعني إنه ليش بدهم يرضوا اليوم يمشوا باللي ما كانوا راضين فيه قبل؟ خلينا نقول ولا مرة هني ولا مرة صار في اجتماع مع الوزير، كل الوقت كان في مستشارين يبعثوا لنا ناس شوي متعنتي، ونحن شايفينها هيك، نحن شايفين هالتعنت وهالعناد لفرض هذا الموضوع بالقوة كثير غريب، وبيسأل 100 سؤال مثل ما صار الفرض بالنفايات، وانا قلنا انه احسن خطة بالنفايات هي انه نكبهم بالبحر، نفس الشيء اليوم عم بيصير، ورجعوا استوعبوا بعدين الضرر اللي عملوه. اليوم نفس الشيء، اليوم مين مسؤول عن الناس؟ اذا اليوم في دراسات مختلفة. بس هني بيقولوا دراسات ما بتأثر إذا في شك 1% شو بنعمل؟ نعم هذا السؤال صح، بننتبه على الإنسان؟ نعم مش بننتبه على الناس، خصوصي أنه هيدي المنطقة بتدفع ضرائب، هيدي المنطقة تحت سقف القانون، هيدي المنطقة مهمة شيء إلا بناء الدولة. كل الناس الموجودين هون بيساهموا بهذا الشيء، كل المدارس الموجودة على هذا الخط. وقال رجل اليوم كانوا 12,000، اليوم صاروا 40,000 شخص. إيه بس ليش ما عم بيروحوا لخيارات عقلانية، خيارات معروفة، يعني إنه يمدوا هالكابلات تكون محمية تحت الأرض؟ ليش ما عم بيروحوا لهالخيارات؟ غير مناطق إنه ببيروت كمان كابلات تحت الأرض. نحن ما جينا هيك أوت أوف نوير قلنا والله بدنا إياهم تحت الأرض، نحن شفنا المناطق اللي انعملت تحت الأرض. ليه بدها تنعمل مناطق تحت الارض ومطرح ما بيكون في كثافه سكانيه بدها تنعمل فوق روسه؟ نعم. في ولاد، في اهالي، في مدارس، كيف يعني؟ حدا يفسر لنا خي ليش؟ نعم. للكلفه ما حدا حكى عن الكلفه، هن من عنده هن بدهم يقنعونا انه لا ما بتضر. طيب خي اذا في شك، في دراسات مختلفه ومتناقضه، طيب اذا في شك 1% انا ما بروح لحمايه الانسان بهالمنطقه وبهالبلد؟ نحن عم نحكي عن حكومه، كيف نبني بلد؟ نعم بس نحن عم نحكي عن حكومه بتدير امور البلاد والعباد، ما لنا شركه صغيره بتهتم بحسابات الربح والخساره، يعني مفروض تهتم بصحه الناس. عم نحكي عن لهلا بعد ما شفنا هذا الشيء. لا ما شفنا لهلا لليوم بعد ما شفنا هذا الشيء. استاذ ليس هيك نحن. نعم استاذ ليس، بدي بس انا اذا بتسمح لي بس اقول شغلتين. بتمنى عليك ما بقى تستعمل كلمه عنا هواجس. لا ما عنا هواجس، نحن عنا حقائق وعنا حقائق وحقائق مثبتة، وعنا انه العلم قال كلمته، ما بقى في شيء اسمه هواجس، ومن الموضوع موضوع رأي ورأي آخر، خلصنا من هالقصة هيدي من زمان. بعدين رجع اليوم نحن بدنا نعمل محامي الشيطان اليوم بمحل نحن عنا مخاوف من كل الدراسات اللي طلعت، واخر دراسة يلي انحكى عنها قبل يلي هي بنقابة المهندسين يلي صارت من كم اسبوع كانت كثير واضحة. هي منا دراسة؟ لا يا استاذ ليس، هيدي منا دراسة، هيدي
وضع أسس ومعايير وإجراءات وقائية لحماية الشعوب. هاي منا دراسة، هيدا شيء ثابت وبتمنى تاخدوه من هالمنطلق. رجاء، نحن اللي بدنا إيه؟ ما بدنا نحن نعرضه على الوزيرة أو المعنيين لهذا الموضوع. وصل نتائج. وصل. بس شو استفدنا؟ ما هي نحن اليوم مثل ما بيقولوا بدنا نروح للآخر بهذا الملف. ما فينا نحن نجي اليوم ما بدنا رح نتواجه مع القوى الأمنية والأجهزة، يعني هذا اللي بدهن إياه، بدهن يشوفونا عم نتواجه مع القوى الأمنية مثل ما صار قبل مرة وقبل مرات. كم مرة صارت القصص؟ أول مرة نزلوا على مجمع الماروني كنت أنا موجود تحت المشهد وكأنه العدو عم بيحاربوا العدو، وهن مين؟ طفالة عمرهم 10 و7 و8 سنين. أنا كان عندي طلب بس كانت كمان مش أكتر. شيخة جويس جميل كانت تحت معي وشفنا مشهد ما بينشاف. تخيل هذا المشهد بينعمل على أولاد على أولاد البلد. إذن لوين بدنا نوصل؟ عزة البريئين رح نروح فيه على آخر. بلكي القوى الأمنية يعني قالت إنه بدهن ينفذوا هالشي بمؤازرة القوى الأمنية اليوم. فعلا هل الجيش رح يكون بمواجهة الأهالي والأهالي بمواجهة الجيش يحطون؟ هذا الغريب إنه كمان اليوم نحن نستغل خليني أقول قوة الجيش واحترام الناس للجيش لفرض هذا الموضوع بالقوة، ولك أي موضوع مش أنه إزالة مخالفة أو الدخول على منطقة فيها تجار حشيشة أو مجرمين ما عم نقدر نجيبهم، لا عم نستعملها على أولاد وعلى أطفالها وعلى أهالي عزل سكان قاعدين بمنطقة بده ينفرض عليهم هذا الموضوع بالقوة. نعم، شكرا لك النائب الياس حنكش. اليوم إذن ليش هالإصرار؟ ما رديت علي بالإدارة القديمة الجديدة على مد الخطوط بالقوة. أنا ما رديت عليك. إيه؟ بلا قلت لي إنه اللي بيكذب 100 مرة بصير بيفتكر حاله عم بيحكي حق. مع مزحة هي مزبوط شي بيضحي. بس عم بيقولوا لي ضيفك عم بيعلي صوته كتير. طيب. إنه ليش ما بيخفف صريخ؟ أنا ما عم خفف والله. لا هيك قال لي والله مستمع. طيب يعني. أنا أوكي بكون حق عليك. حق عليه هو مش حق علي. نعم، بموضوع التوتر العالي بالمنصورية في عبدو عم بيقلنا عبدو كحالي حضرة المهندس التفسير الوحيد للتصميم على استمرار المشروع وجود فساد مالي بالملف. المتعهد يمكن دفع تياخد المشروع ولازم يخلص الشغل تيقبض ويسترجع مصرياته. أظن بدون ياه كفيل أن توقيف ويعني استرجاع ما دفعوا، ولما بيخلص الشغل وبيقبض ممكن تتراجع الدولة وتقول تحت الضغط رح نمت تحت الأرض وكوميسيونات جديدة وهدر وفساد. هيدا التفسير الوحيد، بتأيد تفسير المهندس عبدو كحالي؟ صراحة لقلك ما بعرف لأنه قد لأي درجة هذا الكلام، بس ممكن ولكن في شيء مهم اليوم وثابت، هذا الملف هو ملف فساد علمي. نعم، هيدي شغلة أساسية بالدق، وهيك صارت بكل المحلات، وعنا كتير مشاريع من هالنوع بيركبوا ملفات غلط تيقوموا بأشغال غلط. نعم. بعدين في شغلة 20 مليون اللي حكي عنها الأستاذ الياس حنكش هي لكامل 25 كيلومتر تبع خط بصليم عرمون تفرع المكلس. نعم. مش بس لهيدي الشقفة الصغيرة. نعم، على كل حال يعني اليوم في عدد من اتصالات المواطنين رح ناخد فويس مسج، والأهالي كمان رح يكون لهم كلمتهم بهالبرنامج. نسمع نحن وياك أستاذ رجاء. صباح الخير يا ستنا لإلك ولضيفك. أنا بدي أقول أنه خط المنصورية الله يعين العالم ويساعد عليه، لأنه قول سألي مجرب ولا تسألي حكيم. في عنا بالشمال مدرستين من يمكن هني نفسه مرق. لا خلص، هيدا نفسه المرق قبل شوي رجع يمكن بعد فويس مسج تاني. نعم، فإذن بموضوع خط المنصورية الأهالي رح يكونوا ضد هالمشروع للآخر وما رح يخلوه يمرق لو شو ما صار. هيدا القرار من الآخر ولو كان متضمن بقلب خطة. من الآخر التركيب ما بيتم بين ليلي وضحاها، وخلي على كل حال يضلوا منتبهين الناس. وأنا بعد عندي تمني، لأنه قد ما كان يعني هيدي الحكومة مؤلفة من ناس من سلالة الإنسان. نعم. عندي تمني مش بس مشان الوزيرة، لأنه ما الموضوع بقى قضية وزيرة أو قضية وزير، موضوع كل الحكومة. نيح؟ وهوني هذا المشروع خلي يعرفه رئيس مجلس الوزراء. نعم. وأنا ما عم بحكي بصفته رئيس مجلس الوزراء، عم بحكي بصفته سعد الحريري ابنه الرئيس الشهيد رفيق الحريري. هذا المشروع هو مشروع رفيق الحريري. نعم، على الخط مباشرة معنا نحن وياك رح نستقبل مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان الأسبق المهندس جورج معود. صباح الخير. صباح النور. يعني اليوم وسط المنصورية عاملة قصة
يعني مضمنين بخطة الكهرباء مع أنه كان في معارضات من قبل. يعني أول شيء القانون، قانون البناء مسموح أنه هيك ينوضع كابلات بالهواء بالقانون؟ كابلات بالهواء قضية منصورية مثل قضية كهرباء بلبنان وبالعالم كله سوا، ما أنه شيء جديد، لكن في إشي بده يتوضح للعالم وللمعنيين بهالمؤامر هيدا. أنا اشتغلت على كتير الموضوع وبهيك الأيام يعني ضمن شبكة 220 كيلو فولت. تتقارب الموضوع بكتخليه من عدة نواحي، بكتشوفي القسم الفني وضرورات الخط شو هي، بكتشوفي القسم القانوني انه اذا مسموح ولا مش مسموح بالنسبة للأبنية موجودة، قوانين التنظيم المدني او قوانين الكهرباء الأنظمة الكهرباء لها الموضوع هيدا. بعدين في الناحية الثالثة في خصوصية هالخط، هالخط وقت العمل 220 كيلو فولت، هذا أول خط 220 كيلو فولت بينعمل بلبنان، عمل له قوانين خاصة تتخطى الأعراف والقوانين الموجودة بالتنظيم المدني وبقوانين مصلحة كهرباء لبنان. وتنفيذه هذا ما فيك ما تاخذي مخاوف هواجس المواطنين، مش مخاوف يعني، كمان دراسات انوضعت وبتقول فيه تأثيرات. ما رح أجيبك عليها، رح أجيبك عليها دراسات شو هي، والمواطنين عندهم تخوف لازم واحد يوضح لهم، ما تكون العملية هيك ارتجالية بصير في مقاربات فنية صحيحة. هل أول شيء فنيا هالخط بيكمل الشبكة 220 اللي بتربط دير عمار بدير بمعمل الزهراني وبلبقى، هيدي الشبكة لازم تتكفى، ما ممكن ما تنعمل. من هون يعني وزراء الطاقة أو المعنيين بيقولوا ضرورة تنعمل، أكيد ضرورة تنعمل هالوصلة، بس بدنا نشوف كيف تنعمل يعني. يعني تحت الأرض ولا فوق الأرض؟ هلا بنشوف، أجاوبك. الوصلة ضرورة تنعمل، هي مش وصلة وحدة، وصلتين. وصلة خط بدل مكفي من المنصورية لبصليم ديريكت تيكمل الشبكة، تسير اللوب تكمل الشبكة بين الجنوب والشمال والبقى كلها سوا بتكمل. والوصل الثاني بتفوت على محطة المكلس الموجودة بالمنطقة هونيك، اللي هالمحطة مكلفة فوق 30 لل 40 مليون دولار، وصار لها فوق 20 سنة ما عم تعطي شيء للمنطقة، ما عم تخدم شيء. هالمنطقة هالمحطة مكلفة كتير مصاري، وعملت أنا أيامي وقت كنت بالكهرباء، وأنا مش مدير أسبق، المدير السابق يعني دخل قبل المدير الحالي يعني. هاي المحطة كتير مهمة، لازم تتغذى، كل في مصاري وضمن شبكة 220، ودورة مهمة في قطاع الوحدة بديل عنها أطلاقا هلا لأهمية طرق كبرى. وهي إذا فات للتوتر الليلي 220 ألف فولت فيها تشتغل وتغذي كل الجوار، وبالتالي بتخفف عن محطة الحزمية، بتخفف عن محطة الجمهور، بتخفف عن محطة البورصية وعن محطة الجديدة، بتخفف عن محطة فرن الشباك، وبالتالي بتاخذ عن هالخمس ست محطات المحيطين فيها، بتريح المحطات البعيدة، وهي بتعطي المنطقة، لأنه بيوصل وقت الواحد يعمر شيء بناية كبيرة أو مول ما فيش يعطوه كهرباء، الخطوط ما بتحمل إذا ما اشتغلت المحطة. هلا فاذا لازم هالمحطة تتنفس تتغذى، والخط لازم ينوصل الوصلتين، وصلة بتكمل وصلة عرمون ببصليم تتكفى على الشمال، والمحطة لازم تتغذى تتغذي المنطقة وتخفف على المحطات المجاورة. هلا بالشيء القانوني، قوانين التنظيم المدني عنا وقوانين كهرباء لبنان مسموح يتعمر تحت الخط ومسموح يتعمر على جنب الخط، بمعنى أفقيا يعني في بنية تكون أعلى من الخط إذا كانت بعيد عنه 4 أمتار، إذا كانت وطر 66 ألف فولت بتصير للخمس أمتار للست أمتار للسبع أمتار، إذا كانت مسافة بعيدة بس تبعد هالبنية أفقيا ولا عموديا، يعني في تعمر بنية تحت الخط نعمر فيها تحت الخط مباشرة دلت بعيدة عنه 7 أمتار مثلا، هيدا شيء قانوني بقوانين كهرباء لبنان وقوانين تنظيم مدني عنا بتسمحهم. من هيك رخصوا لهالأبنية، رخصوا لهالأبنية ولو تعمر تحت الخط ما في مانع تتعمر أبنية تحت الخط. فإذا بتعمر حد الخط وتحت الخط مسموح فيها بالقوانين اللبنانية وقوانين العالم كله مش عنا بس. مش صحيح أستاذ معوض، مش صحيح أستاذ معوض. نعم؟ مش صحيح اللي عم بتقوله. مش لا مش صحيح. أول شيء محطة المكلي صار جيه خطين،
اليوم 220 من تحت وشغالة وعم تعطي للمنطقة. تاني شيء مش صحيح انه ببلاد العالم بيركبوا على 5 أمتار و7 أمتار. بدك فرجيك انا بكل بلاد اوروبا بيبعدوا من ميات الامتار حسب المناطق وحسب الكوران بيمرقوا. بقى انا ما بعرف منين بتجيب هالمعلومات، بس مزبوط انه القانون اللبناني هالقانون الغاصب والفاشل والغير علمي انه بعدنا عم نشتغل على ال7 أمتار وال5 أمتار. مزبوط، خلي جابك، خلي جابك. لا انا اعترضت لانك عممت على بلاد برا، مش صحيح. خليني جفيلك، خليني جفيلك. هالخطوط برا موجوده والعالم عم تعمر، حدا اللي بكون عم تعمر مش واحد بعمر، ما بقول له بكتبوا على 5 كيلومتر على الخط. لا بقولوا له طب وين العله، وين العله اليوم، وين العله؟ خلينا خليه ياخذ. كفيلي كفيلي احكي. صح، الخط بحد ذاته، هالخط بحد ذاته له خصوصيه اكثر من غيره. هيدا تحت البنك الدولي موله حط شرط يقبل التمويل الخارجي انه يكون الحقل المغناطيسي عند اقرب نقطه لهالخط 50 ميكرو تسلا. هيدا البنك الدولي حط شرط قبل ما يمول هالخط. هيدا ما له شيء، عم تسالني اذا بعرف ولا ما بعرف، يمكن قلت لك مدموزيل. لا 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 استاذ معوض، انا بدي جيب ما بيأثر. حضرتك مدير عام الكهرباء وانا زلمي باحث واختصاصي تلوث كهرومغناطيسي. بقى الموضوع ما بيتعلق باختصاصك انت، بقى انتبه شوي. لا لحظه وحدي انت عم تحكيني عن 50 ميكرو تسلا يا استاذ معوض. ال50 ميكرو تسلا هيدي بس تمر تحت الخط، مش بس تعيش ضمن حقل الخط، بس تعيش ضمن حقل الخط ماكسيموم ممكن بعض البلاد يقبلوا 0.4، وفي بلاد 0.3 ميكرو تسلا و0.2 و0.1. شو عم نحكي هيك؟ هيدا ما بيصير، هيدا الحكي اللي عم تحكيه يا استاذ معوض. في فرق كبير. واليوم القانون، وعلى كل حال وعلى كل حال الحال الكهربائي قداش مش بلبنان اللي مستند على دراسات الثمانينات هو 5 كيلو فولت متر، يعني 44 متر. هيدا بس الحال الكهربائي، ما عم نحكي على الحال الكهرومغناطيسي اللي هو ممكن يعطي ميات الامطار حسب الكوران بتمرقوا فيها. بقى اذا بتريد استاذ معوض، مش لانه طلعنا ونحكي هيك بدنا نحكي شو ما كان. حضرتك انسان علمي، بس هذا مش اختصاصك، وانت بتوخذني. انا بسمح لحالي اني اقول انه انت ما لك حق انك تطلع تحكي بهالمعلومات هيدي غير ما تعمل بحث. اهم ناس بلبنان بالتلوث الكهرومغناطيسي طلعوا قالوا كلمتهم. لا خلاص ما بيصير تضليل للناس، هاي ما بيصير تضليل للناس. نعم، خلينا كل واحد يحكي بمعلومات واختصاصه. ما انا بكفي حضرتك كهرباء، خلينا نكمل وبعدين نعطيك حق الرد. تفضل تفضل استاذ جورج. عم بحكيك قوانين مكتوبه بملفات الكهرباء، انه شرط كان البنك الدولي كلف لمكتب دراسات اسمه فختنر شركة ألمانية تحدد أصول كيف يتعمل الخط. هاي بالتسعينات، هاي بالتسعينات يكون الحقل المغناطيسي لا يتجاوز ال50. نعم، خلينا نختم، خلينا نختم. أنا أسعار البورصة، لا 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 لا، عندي دراسات فيشنر. هلا نحكي عنا استاذ رجاء إذا سمحت، بدنا هاي ما صارت. هلا تطور العلم، خلصنا تطور العلم يا استاذ معوض. روح تثقف، روح تثقف مدام ليشا. تفضل تفضل انت معي، خلينا تفضل. يعني صار الاستاذ اللي معك مع احترامي له بده يعلم البنك الدولي وبده يعلم شركة عمالك عمالك شوي عمالك. خلينا البنك الدولي افسد ناس، افسد ناس البنك الدولي. وانا عم بحكيك هون عن تلوث كهرومغناطيسي، وعم بحكيك انه البنك الدولي. استاذ رجاء، استاذ رجاء مهلك شوي، خليني اختم معه للاستاذ. انا عم بحكي قوانين يا استاذ جورج. شو بيهمني القانون؟ انا بيهمني الانسان. عم نحاور معه، مش انا عم بحكي قوانين مش تكهن. اتفضل خليني اسال وانا بدي ادير الحلقه. رجاء مهلك علينا شوي استاذ رجاء. قلت له لحقه، انا بعطي حقه. تفضل. بيعرف شيخ حقه، انا بعلمه كيف ياخذه. كيف بدنا ناخذ حق الناس اليوم اذا 1% في ضرر؟ هيدا بس اختم لي هالنقاش. اليوم الناس معترضين، عندهم دراسات، عندهم مؤتمرات، كيف بدهم ياخذوا حقهم؟ بس نختم. عم دافع عن الخط يا ستي، ما عم دافع، عم بحكي لقوانين. شو بتقول هلا الخط؟ هيدا الخط عم اقول لك شو قوانينه بعد ما وصلت للخلاصه. بس اعطيني الخلاصه هلا اذا سمحت. اعطيك الخلاصه. هواجس مواطنين حق ما مشروع يخافوا. في دراسات عم تطلع باساتذه بالجامعات بقولوا الحقل المغناطيسي بيضر كذا. نعم، اذا 1% ايه بقولوا دراسات، بس بعد لا منظمه الصحه العالميه اعتمدتها، ولا النورم نيما الامريكانيه اعتمدتها، ولا النورم الفرنسيه اعتمدتها. مش صحيح كلامك، مش صحيح تمدتها. كلامك ولا النورم الالمانيه اعتمدتها. طلب منظمه الصحه العالميه انك تبعد. مش صحيح كلامك، مش صحيح.
منظمة الصحة العالمية طلبت انك تبعد 100 متر عن خط ال 150. يا خيي شو هالحكي هيدا؟ منين بتجيب لي معلوماتك؟ هيك تضلل، ما عنديش معلومات انا ضمنهم. بس اخلي تنخلص منه. مش عم بناقش يا خيي. ايه لانك عم تحكي غلط يا استاذ معوض. يا صاحبي اجتمعوا مع مدير عام الكهرباء خليه يدافع عن الموضوع. شو خصه مدير عام كهرباء؟ هيدا منه موضوع. شكرا لك استاذ جورج معوض. بدنا نسمع اسعار البورصه. شكرا لك استاذ جورج معوض مدير عام مؤسسه كهرباء لبنان السابق. بدنا نتابع احنا وياكم مباشره بعد ما نسمع اسعار البورصه والعملات بسوق بيروت. صباح الخير. افتتح مصرف لبنان الدولار الأمريكي بأسواق بيروت على سعر 1501-1514، تداول بين المصارف 1514-1515. أسعار العملات الأجنبية: يورو 1.12-60-70، ين الياباني 111-30-40، جنيه استرليني 1.30-70-80، الفرنك السويسري 0.99-80-90، دولار الأسترالي 0.71-40-50، دولار الكندي 1.33-05-10، أونصة الذهب 1297-1298، أونصة الفضة 15-20-25، سهم سوليدار أو بي لم يتم التداول فيهم بعد، وسعر برميل البرنت 71 دولار. منذكر بأن الدولار الأمريكي عم يتم التداول فيه بين المصارف ب 1514-1515. منتابع نحن وياكم، نحن لايف فيسبوك رجع برصوت لبنان فويس اوف لبنان. عايشين ببيتنا نحن هون. خلينا نستعمل طبعا كل الفويسات اللي مرقوا على الهواء نسمعوا للمستمعين. صباح الخير. بنحب نسأل ضيفك، العمود كان قبل البناية ولا البناية اجت بعدين اجت تركب العمود؟ اذا العمود قبل البناية مش الدولة بتحمل مسؤولية المد الكهرباء؟ البلدية اللي عطت الرخص هي بتحمل المسؤولية، وهي اللي وجب عليها تتكلف كل شيء. الدولة حطت العواميد، بس مين عطى الرخص للعمار؟ أنا عندي شقة أرض بصوب الشحار الغربي تحت التوتر العائلي، البلدية ما عم تعطيني رخصة أقدر أعمر فيها شيء. ليه؟ لأن في توتر عائلي. أنتوا هون بالمنصورية كيف البلدية عطتكم؟ تفضل علي. الإشكالية بسيطة كتير. أنت إذا عندك أرض بحيلا منطقة مارق توتر عالي فيها، مجبورة تروحي على شركة الكهرباء وتاخدي إذن منهم، وبتقدمي مع رخصتك موافقة شركة الكهرباء. طب كيف ما برمنا شركة الكهرباء مسؤولة أو وزارة الطاقة مسؤولة؟ هيدي هي كلهم دولة. هاو كلهم شو؟ مش الدولة الحكومة 30 شخص مش الدولة؟ هيدي هي لهالسبب. بلكي هو لأنه ما رحش ما عمل الخطوة الثانية. بعدين مين مسؤول عن العمار؟ طيب نحن اللي عم نعمر؟ ما قلنا لهم من يومين ثلاثة، بس طلع واحد من مستشارين وزارة الطاقة قالنا كلهم مخالفين، قالوا معمرين أعلى من ما بيحق لهم. طيب ليش ما تفضل وصل لهم 15 سنة يقدموا شكوى لقاضي العجلة، وبيجي قاضي العجلة أو للنيابة العامة بيجبرهم أنهم يهدوا الزيادة اللي معمرينه. ما في كله تفنيس، هذا كله تهويل وكله تضليل. وفي كمان إذا بدك قصد مثل الاستاذ معوض بيسوقوا معلومات. لا ما استند على معلومات، استند موجودة عنده استاذ معوض، استند على قانون قوانين. لحظة القوانين اذا كانت غلط بنمشي فيها؟ ما عندك قانون كيف يعني؟ يا عمي ما فيش يتغير القانون يا مدام نوال. يعني يا مدام نوال في قانون موجود وبتستند. شو فرقاني معي انا اذا انت ما بتستند على قوانين؟ عن شو بدك يا عمي؟ مفروض يعدلوه اذا هني ما عدلوه. طب هلا ما تعدل القانون. طب صار حق علي، ما نحن طلبناهم من 10 سنين يعدلوه. نحن رحنا ابعد من هيك، قدمنا مشروع قانون على مجلس النواب يا استاذ نوال، شمطوه زمطوه تحت طاوله، مع انه كان معنا اكثريه النواب. انت هلا كيف عم تتعاملي انت؟ يعني اليوم عم بتنط على القوانين رجا، ما تواخذنا. عم بتنط في قوانين بالدوله صح ولا غلط؟ اذا ما تعدل بقي قانون بدنا نمشي فيه نحن. وبعدين القانون اللي عم يحكوا عنه هو مرسوم 6218، هيدا ما له علاقه بالحقول الكهرومغناطيسيه. استاذ معوض كان عم بيبني كل مداخلته على القوانين، ما قدرنا كفينا معه. كان في اسعار البورصه على كل القوانين الموجوده. ما عندي مشكله باللي قالوا الا بس بلش يعمم ويحكي لي اوروبا، او بلش يقول انه الحق على الناس. بعد شوي
انا وقت اعتراضه هواجس الناس إيه؟ ما فيش هواجس، ما فيش هواجس. يتطور العلم على الدوله تتطور. اذا نحن ما عندنا دراسات نلحق شو في باوروبا وخلص ونقطع السطر وما بقى بدي اكثر من هيك. على ممثله الاهالي عين سعاده سيدي كارول ابراهيم، صباح الخير. اهلا فيك. اليوم انتو شو الاجندة اللي عندكم لتواجهوا الاجندة لحتى يواجهوا الدولة اليوم بموضوع وسط المنصورية؟ انتو مش راضيين طبعا على اللي عم بيصير، بس هي صارت واقع. هل فعلا انه بعد ما تضمن الخطة وسط المنصورية وتصير واقع، انتو كأهالي رح تتراجعوا ولا مكملين بالاعتراضات؟ مدام نوال، أول شيء بدي هني اللبنانية على الخطة الفظيعة اللي قرروها نهائيا بمجلس الوزراء وبالإجماع. ثانيا بدي بذات الوقت عزي الناس، بدي عزيهم، لأنه نتيجة هالتوافق من عمل إصلاح لخطة النقل. نقل الكهرباء بعدها عشوائية، يعني منا منظمة، مش ممكن ما شفت القوانين عمرها من الستين ومن الثمانين وما طورت العلم. هون في فساد علمي يعني ما فينا نهرب منه. أول شيء هيدا نزير شؤم بالنسبة مش بس لأهالي المنصورية اللي عم بيصير، بالنسبة لأربعين ألف شخص قاعدين تحت خط بصاليم عرمون تفرع المكلف. نحنا مش بس نحنا قاعدين، نحنا بس رأس الحربة بموضوع الإصلاح. نحنا اللي عم نطالب فيه هو الإصلاح، وهو اليوم كله عم يحكي إصلاح وفساد، فبيبلشوا يصلحوا الغلط. شغلة تانية، إذا بتشوفي مناطقنا نحنا بيوجعك قلبك، لأنه الحكي مش مثل الشوفي. شوفي ليه؟ عندك خطين 150 كيلو فولت على العالي قاطعين، بيناتهم خط 66، وهلأ سيكلل كل ذلك بخط 220 كيلو فولت. يعني أنت بتتصور الحقل الكهربائي والحقل الكهرومغناطيسي اللي حيقعدوا فيها العالم. أنا بحب ذكر أنه في مدارس، في مدرسة حدا مارق بأرضها 150 كيلو فولت، والخطوط مارقة على 5 امتار من الصفوف. وقال الأستاذ رجاء أنه في كايات أمراض صعبة فيها وما حدا عم بيحكي. في مدرسة تانية عملوا جيمنازيوم ميتاليك، يعني الستركتور تبعه ميتاليك تحت العمود دغري، تحت الكاميرا. شو بدي بالشاء إلكتريك الإلكترومغنيتيك؟ في خطر الصعق، كله تلاميذ صغار. هلا هيدا هو الواقع على الارض وما حدا راضي عنه. اكيد نحن مش راضين عن هالموضوع لانه موضوع حياتي. طيب شو طلباتكم اليوم؟ حياتي وموت. نعم. طلباتنا ولا اسهل من هيك ولا اوضح واصلاحي. اول شيء عيب عليهم يحطوا انه يأزروا قوى الامنيه، تأزر عمال الكهرباء اللي ركبوا، لان نحن رح نمنعهم. حرام يبهدلوا الجيش. ثاني شيء حرام يبهدلوهم، نحن رح نوقف بالمرصاد. ثانيا ما في اسهل منا، بيشيلوا هالبند من الخطه، معلش بمرقوها بيرجعوا عن جديد بيعملوا ادندم عليها، بيقولوا ما في مؤازره امنيه. ثالثا، واذا هن بدهم يشتغلوا صح، بدهم يشتغلوا اصلاح، بدهم ياخذوا قرارات باستبدال الخطوط الهوائيه اللي بتمرق بكامل المناطق اللبنانيه المسكونه بخطوط بكابلات مطموره تحت الارض بالساحات العامة وبالطرقات، ما بتكلفهم شيء. لأنه مدام نوال بتسألي وزير الصحة الفاتورة الصحية من جراء الأمراض اللي عم ينصاب فيها الناس، وثبت علميا أنه هنالك علاقة مباشرة بين الخطوط التوتر العالي والحقول الكهرومغناطيسية على الصحة العامة، على صحة وسلامة الناس. إذا بتتذكري من كم سنة طلعوا على السطح يشوفوا خزانات المي بالسهيلة، خط 150، ما عم نحكي 220 اللي هو أقوى بكتير. صعقوا ولدين، صعقوا بالكهرباء لأنه كانت الرطوبة عالية. إنه نعم. بدهم يشوا الناس، بدهم يشوا الناس. نعم. هلا شغلة تانية، أنا هون بحب أتوجه لمعالي وزيرة الطاقة المحترمة. هي أم وهي ست، ونحن كنا آمال بإنه إجت ست تفهم على الأم وتفهم على القلق اللي بتعيشه الأم تجاه صحة أولادها. نعم. أنا بدي أسألها، حضرتها بتقعد ابنها تحت خط 220 كيلو فولت؟ إذا قالوا لها مثلا، ما نحكي إذا في 1% شانس إنه يتأثر صحته، هي بتقعده تحته هيك خط؟ هي كأم بتقبل تقعد ابنها أو بنتها تحت هيك خط؟ نحن ما بنقبل.
هي يمكن تقبل على أولادها. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك. رح نختم، شو قصة الاستملاكات؟ هل هناك من انتهاكات كمان بموضوع الاستملاكات رجنجي؟ أكيد لا، ما في، لا ما في شيء. الاستملاكات انعملت طبيعيا وحتى تأخرت، لأنه المرسوم الأساسي تبع الاستملاك إجى عليه عدة ملاحق ودون كله تأخر، وحتى في حالات بس طبقوا الاستملاك كانت المباني كلها صارت مسكونة والناس اكتشفوا، مثل الشامبينيون صاروا يشوفون يطلعوا قدامهم، وعندنا حالات صار في حتى تزوير للقياسات حطوهم غير عن موجود بالاستملاك، وهلأ في حالة نحن رح نقدم شكوى فيه. نعم، طيب اليوم السؤال، ليش طمروا الخطوط ببيروت ما رح يطمروها فوق على السريع استاذ رجنجي؟ ليش؟ ليش طمروا ببيروت؟ لأنه هني بيعتبروا هيك بالمبدأ إنه بيروت مدينة ما فيك تمرق بين البنايات. طيب شو الفرق بين بيروت اللي هي مسكونة وهيدي المناطق كلها سوا اللي هي مسكونة؟ طيب ليش ما في اعتراض ضمن اللجنة الوزارية على وسط المنصورية؟ ما في اعتراض، لأنه كلهم تابعين لنفس الأحزاب، كلهم تابعين لنفس الحكومة، كلهم تابعين لنفس الطيارات. بعدين وين وزيرة الداخلية؟ ليش عم بيعطوا رخص بناء؟ فإذا ليه عم بيعطوا رخص؟ لأنه مثل ما قال لي أستاذ معوض عم يوقفوا وراء قانون، إذا كان القانون غلط هودي شركة الكهرباء اللي هني مسؤولين مهنيا، هني عليهم كانوا يوقفوا القانون، هني عليهم كانوا ما يعطوا موافقات من عندهم، هيدول هني عم بيتصرفوا صحيح مغطيين بالقانون، بس تصرفهم إجرامي مثلهم مثل تصرف الحكومة. ونقطة على السطر، ونقطة على السطرين كلهم. شكرا لك الناشط المدني رجل جيم. أنا بدي أشكرك، بدي أشكر كل المستمعين اللي رافقونا، كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نواليشة عبودة لدغانم والمخرج جورج العلي، إلى اللقاء.